بينضم معي للتعليق على هذه القضية الصديق العزيز ماهر فرغلي، ده خبير ومحنك في قراءة وتحليل ما يدور لدى الجماعات الإسلامية. أستاذ ماهر مساء الخير. مساء الخير أستاذ نشأت، كل عام وأنت بخير، والسادة المشاهدين كلهم بكل خير يا رب. كل سنة وحضرتك طيب. ماهر، يعني القضية أنت اتكلمت عنها، يعتبر أول واحد اتكلمت عنها تقريبا، قول لي الموضوع باختصار للمشاهد، وده دلالته إيه في هذا التوقيت؟ باختصار طبعا هذا الموضوع كاشف جدا عن توغل القطبية داخل جماعة الإخوان المسلمين. كل من يتحدث الآن ويدافع عن الظلال لسيد قطب بنسخته الأخيرة، ده قطبي متوغل في فكر التكفير والهجرة والأفكار التكفيرية القطبية. ما حدث هو مشروع قديم للشيخ القرضاوي، محاولة لتبرئة سيد قطب، محاولة لتنقية كتابات سيد قطب من التكفيرية أستاذ والحركية. أستاذ ماهر معلش، يعني خليه بس عشان المشاهد، إيه الفرق بين النسخة اللي كتبها الأول سيد قطب وهو بره السجن وغيرها هو جوه السجن؟ برضه عشان الناس تبقى عارفه، يعني هو كان ليه راي في القران وهو بره حر طليق، وغير رايه في القران وهو في السجن. انا هعدل المعلومه دي، انا هقوم بتعديل المعلومه دي بعد اذنك. هو ما حدث في كتابه الظلال، هو بدأ سيد قطب سنه 52، بدأ بعباره عن تفسير لسور القران في مجله المسلمون اللي كان بيرأسها سعيد رمضان. سعيد رمضان هو المؤسس الاول للتنظيم الدولي، في بدأ التنظيم الدولي في ميونخ، وهو والد طارق رمضان الموجود في فرنسا الآن، وصهر حسن البنا. انقطع سيد قطب عن التفسير في المسلمون، وبدأ قال لك أنا هعمل مشروع كامل لتفسير القرآن برواية بطريقة أدبية. هو كان بيعتبر نفسه من الأدباء ومن مجموعة أبولو الأدبية. صحيح. فدخل السجن في هذه الفترة بعد 54، فانقطع سيد قطب عن تفسير القرآن، فالإخوان المسلمين وسعيد رمضان ومجلة المسلمون رفعت قضية على مصلحة السجون المصرية وكسبتها، إن سيد قطب لابد أن يكمل تفسير القرآن. ده كان في سجون عبد الناصر بالمناسبة، اللي هما بيدعوا انه كان بيعذبهم بيعملهم، فالقضاء حكم لسيد قطب انه يكمل تفسيره للقران. فبدا يطلع كل شهرين يفسر جزء من داخل السجن، فعمل 18 جزء. ال 18 جزء دول لما طلع هو بعد كده بعد 54 واستمر لغايه سنه 62 في الخارج، في سنه 62 كمل تفسير القران بقيه الاجزاء. ولكنه في سنة 62 وهو خارج السجون دخل فيه النفس القطبي التكفيري، وحط فيه اللي هي الحركية اللي هو عملها، اللي هي جيل قرآن الفريد والجاهلية والتكفير للحكومات وتكفير المجتمع وكل ما ورد. إذن أنه نحن نبرئ السجون المصرية من فكر التكفير، لأن سيد قطب عمل أفكار التكفير دي كلها خارج السجون وليس جوه السجن بالمناسبة. فهو دلوقتي عصام تليمه عمل ايه؟ عصام تليمه عاوز ال 18 جزء دول الاولانيين اللي هو الفهم سيد قطب في السجن، مفهومش النفس التكفيري، اعاد طبعهم مع بقيه الاجزاء. لكن النسخه الاخيره اللي عملها سيد قطب بنفسه واشرف عليها قبل طباعتها بالمناسبه، هو لم يرى الطبعه، يعني هو بعد ما طبعت الطبعه نفس في حكم الاعدام ولم يرى هذه الطبعه، وعاوز يرجع لكل الاخوان دلوقتي مش راضين عندهم، عاوزين الطبعه النسخه الاخيره اللي هي عملها سيد قطب واللي هي اشرف عليها محمد قطب اخوه، واللي هي فيها النفس التكفيري الكبير وتسبب في مقاتل ومذابح وعمليات ارهابيه كثيره جدا. دلوقتي احنا عندنا مشروع، هذا المشروع يبرئ سيد قطب، ومشروع الاخر الاخواني يريد الاستمرار على القطبيه. طيب يعني انا في تقديري لما يرجع معنا ماهر، انه اللي حصل بين دلوقتي محاوله لاعاده تقديم سيد قطب مره اخرى، وكتاب الظلال بيعتبروه دستورهم الاخوان، دي محاوله لتغيير دستور الاخوان اعتقد ماهر. نعم هذا صحيح، الشيخ القرضاوي قبل وفاته حب يعمل هذا المشروع، ولكنه في النهاية قال لك أنا مش هقدر أغير أو مش هقدر أقيم سيد قطب، وترك الظلال كما هو وما عرفش يعمل حاجة. دائما الإخوان يبحثون عن تبرئة لسيد قطب،
وفي مرات كثيره يقول لك ده مش تبع الاخوان، ومرات اخرى يقول لك لا هو ما عندوش تكفير، ومرات اخوه اخرى يحاولون ان يطوروا هذا المشروع. مشروع عصام تليمه هو مشروع لتبرئه، انا بوجهه نظري الشخصيه مع احترامي ليه، هو لتبرئه سيد قطب، لمحاوله تبرئه سيد قطب. لكن الاخوان الذين يهاجمونه لا يفهمون عصام تليمه بهذا الشكل، يفهمونه بالمنطق تدمير تراث سيد قطب، لان عصام تليمه من المجموعة الرابعة الإخوانية. يعني إيه المجموعة الرابعة؟ إحنا عندنا ثلاث مجموعات إخوانية. هذه المجموعة الأولى مجموعة التابعة الراحل إبراهيم منير، المجموعة الثانية التابعة لمحمود حسين، المجموعة الثالثة اللي هي بيطلقوا عليها تيار التغيير، المجموعة الرابعة اللي هي المجمدين زي عصام تليمة اللي هم جمدوا مواقفهم لا هو تابع الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، وهذه المجموعة غير مرضي عنها من الجميع من المجموعات الثلاثة، وهذه وأنا اللي بطلق عليها هذه المجموعة المتربصة الكامنة اللي هي ممكن تقفز برضو أيضا على قيادة الإخوان فيما بعد. إذا نحن أمام مشروع للمجموعة الرابعة لتبرئة السيد قطب، والمجموعات الثلاثة الأخرى غير راضية عن عصام تليمة باعتباره غير تابع لهم أو هو مستقل بذاته وفي أفكار. ماهر، دلالة هذه المعركة في هذا التوقيت، دلالة هذه المعركة، أنا دايما بشوف أن الإخوان يعني حتى الانقسامات الإخوانية في المجموعات الثلاثة هي انقسامات بتحرك البحيرة الراكدة الثابتة جوه الإخوان. يعني في أحيان كثيرة جدا هذه المجموعات الثلاث أو المجموعات الأربع المختلفة مع بعضها دائما بتنشر الخلافات على مواقع التواصل عشان تحرك بحيرة الإخوان الراكدة، لأنه لو مجموعة واحدة الإخوان مع الضربة القوية اللي تلقتها جماعة الإخوان في الداخل المصري والضربات الأخرى والمصالحة التركية وغيره وغيره، إذن الإخوان ستنتهي بهذا الشكل والشباب الإخوان سوف يتسربون من الجماعة. لكن هذه الانقسامات تحرك، يعني هي صناعة إخوانية لتحريك البحيرة، بحيرة الإخوان، وعمل جدل دائم. فهذه المعركة حول سيد قطب هي صناعة لجدل جديد، يعني جعل الإخوان المسلمين دلوقتي على مواقع التواصل والسوشيال حديث، يعني الحديث يعني بحجة السيد قطب أصبحنا نتحدث عن الإخوان المسلمين. إذن هم يصنعون في أحيان كثيرة جدا خلافات فكرية وأيديولوجية وخلافات على المال والنفوذ والسلطة. ماهر فرغالي المتخصص في شؤون الجماعات الإسلامية، بشكرك جدا على هذه المداخلة وهذا الشرح والتوضيح.